أعزائي المشاهدين، أهلا بكم وحلقة جديدة من حلقات برنامجكم عيون الشعب. قبل ما أبدأ حلقة النهاردة طبعا لازم أهنى اللي فازت معنا النهاردة أو اللي فاز معنا النهاردة بالمسابقة برنامج عيون الشعب، الحاجة مياه رياض محمود محافظة بني سويف مركز بيبا. اللي جواز النهاردة زي ما احنا يعني بسم الله ما شاء الله يعني جواز متعددة، فيه ريسيفرات، فيه فرن كهربائي، فيه دفاية، فيه فرن، وفيه بوتاجاز، وفي يعني بسم الله ما شاء الله حاجات كتيره جدا الشركه المعينه بتقدمها النهارده للي فايز. الحاجه مياه رياض، اتفضلي يا حاجه مياه. انت اسمك غالي علينا، حد يلاقي الميه دلوقتي؟ اتفضلي يا حاجه مياه، الف الف مبروك. اسلام، ازيك يا اسلام؟ الف مبروك. تعالى اسلام، اتصلت كتير يا حاجه ولا حاجه؟ اتصلت كتير بس الحمد لله فزت كتير معانا. ادي السفر يا اسلام، وادي فور، وادي ناموسه، ناموسه اهي، وادي مكوى، وادي بوتاجاز. تعالى يا عادل، عادل عياط اتفضلوا، وادي حط عارش معاه، وادي الفرن. والف مبروك، الف الف مبروك، اتفضل. السلام عليكم. السلام، الف سلامه يا حاج ميعاد، الف الف مبروك. اعزائي المشاهدين، قبل ما ابدا حلقه النهارده لازم انوه ان الحلقه دي للكبار، وان فيها بعض المشاهد التي لا يعني قد لا تناسب بعض المشاهدين، فالحلقه للكبار والحلقه فيها مشاهد انا شايف ان هي يعني ما تناسبش، يعني لو في اطفال او في ناس من ذات القلوب الضعيفه شويه يا ريت ما تشوفش المشاهد دي، لكن الحلقه بناء على رغبتكم احنا بنعيد تاني الفيديوهات والصور زي ما انتم طلبتوا، وان شاء الله الحلقه هتنال رضاكم وفيها هدف وفيها رساله، يعني الحلقه فعلا يا رب تنال اعجابكم. ايه الموضوع بقى؟ الموضوع عم يعقوب ده راجل مليونير، لا مش مليونير، هو يعني عدى المرحله دي، ممكن نقول ان هو يعني مالتي مليونير. هو عايش لوحده، يعني الزوجه سايباه، الاولاد سايبينه، هو قاعد لوحده، قاعد لوحده في بيت، وهو كان رئيس جمعيه زراعيه، هم اولاد عمد، يعني هم زي ما نقول كده اصحاب بلاد. فلوس طبعا كتير، هو ما بيهواش قوي ان هو يعني يحط الفلوس في البنك، فهو شايل حوالي من 2 ل 3 مليون جنيه حاطهم في خزنه جوه البيت عنده. طبعا واحد عايش لوحده، عنده 80 سنه، ما حدش بيتردد عليه، اصبح مطمع، يعني مطمع لكل اللي عايز ان هو يعني يسرق او يقتل. دخلوا عليه، كتفوه، هات المفتاح بتاع الخزنه، لا مش هجيب. حاولوا، يمكن احنا في مشاهد مطرح ما كانوا بينغزوه بالسكاكين في بطنه وفي دراعاته عشان يطلع المفتاح مطرح ما مخبيه، هات المفتاح، لا هات المفتاح، لا طب هنفتح الخزنه ازاي؟ فضلوا لغايه ما هم موتوا. الحاله دي قعدنا في تصويرها مع المتهمين اكتر من 6 ساعات قدام الكاميرا، ما يرضوش يتكلموا، نقفل الكاميرا، يعترفوا اعترافات تفصيليه. تعبنا معاهم جدا وما عرفناش ننتزع من قدام الكاميرا اي اعترافات منهم، لكن هي كلمه واحده بس اتقالت، لما واحد قال ده هو راح جاب بكره البلاستر. البلاستر كشف الموضوع ليه؟ لان عم يعقوب لما مات نتيجه الخنق، لفوا على وشه وعلى عينيه وعلى بقه البلاستر فاتخنق ومات. قبل طبعا ما نشوف الحلقه يا ريت لو المسابقه تنزل الاول وبعد كده ننزل بالحلقه، ونستقبل تعليقاتكم وتليفوناتكم بعد الحلقه مباشره. مسابقه برنامج عيون الشعب، اشترك معنا في المسابقه وجوائزنا اسبوعيا كمبيوترات، اجهزه تابلت، مولدات كهرباء، أجهزة لابتوب، وأساس منزلي، غرف أطفال، وأنتريهات. اتصل بينا من أي محمول على 1466 أو من أي خط أرضي على 0900-98-66 أو ابعت رقم الإجابة في رسالة على 95-146. ما هو النبات الذي ينمو وليس له أوراق؟ 1. الصبار. 2. النعناع. 3. القرنفل.
الساعة الأخيرة. لا لا لا, لا. هو ده هو ده انا متاكد منه. ما فيش 40 غير لما يتعدوا مدول ويجيبها قبل. بس رجاء الساعه الاخيره اللحظه الاخيره بابا قالي. ملاك رفض ان هو يقول. سيد اللواء صمت ولي مساعد وزير الداخليه مدير محافظه المنيا, اهلا بك. يا اهلا وسهلا. يعني معروف ان البنوك بيتعامل عشان الانسان يضع فيها امواله ومدخراته, لكن ان الواحد يحتفظ بمبالغ ماليه كبيره جدا في خزنته في البيت في نفس الوقت هو عايش لوحده, ولاده سايبينه وزوجته منفصله عنه وهو قاعد لوحده, والناس كلها عارفه ان هو من الاثرياء, راجل كان رئيس جمعيه وعنده اراضي وبيت عمد ووارث كتير عن اسرته, كله ده وعايش لوحده. فشيء طبيعي ان هو مطمع لاي حد ان هو ممكن يقول لك يسرقه او يقتله وياخد كل هذه الملايين اللي كان حاططها في خزنته. عمي عوده, ايه موضوع يا فندم, وخاصه ان هو كمان اشيع عنه ان هو قال ان كل امواله هيتبرع بيها للكنائس ومش هيدي, هيحرم ولاده وزوجته منها, وبالتالي يمكن جريمه القتل دخلت فيها اكتر من طرف وكل طرف ليه مصلحه ان هذا الرجل يقتل. والله هو عم يعقوب ده الله يقدس روحه بقى, كان معروف لدى الجميع تقريبا انه رب يحتفظ بمبالغ ماليه كبيره في خزنه داخل بيته, وان هو مقيم بمفرده. فطبعا ده مطمع اكيد للناس اللي هي يعني الناس اللي هم, مش هنقول الناس الأسوية, الناس اللي هم برضو طبعا ذات نزعة إجرامية طبعا. فكان مطمع الحقيقة, والواقع دي هم لما دخلوا وحاولوا ان هم يعني يكمموا فمه, وده حصل فعلا, وربطوه بالحبل وكلام من ده, وحاولوا او شرعوا في فتح الخزنه. لما شافوا ان هو الراجل تقريبا يعني بان قدامهم ان هو بيموت, فخافوا وهربوا من مكان الحادثه او مكان الواقعه دون ان يتمكنوا من سرقه او محتوياتها. والراجل الحقيقه يعني توفى الى رحمه الله, والحمد لله ان احنا قدرنا نحدد الاشخاص دي. طبعا عملنا يعني المباحث اشتغلت وعملت فريق بحث وحطت خطه بحث كده, عرفت من خلال الشغل ان الراجل ده فعلا بيحتفظ بمبالغ ماليه وانه قاعد بمفرده, وقدرت انها تحدد الاشخاص اللي هم دخلوا فعلا وتم ضبطهم واتعرضوا على النيابه العامه. والخزنه لغايه الان ما حدش عارف محتوياتها ايه, لان اللجنه, لان النيابه قررت تشكيل لجنه لفتحها وجردها لبيان محتوياتها. يعني عم يعقوب انه يفضل الموت وما يديش المفتاح بتاع الخزنه للي بيسرقوه, ده لغز كبير قوي. يعني كل محتويات الشقه تم بحصرتها وحاولوا ان هم ياخدوا من المفتاح, ما رضيش يديهم المفتاح, لدرجه هم منغزينه, يعني يمكن في فيديوهات وصور منغزينه بالسكينه عشان يطلع المفتاح, والراجل ما رضيش يديهم المفتاح. يعني فضل الموت على انه يهب ملايينه لحرامين. لا ما هو بقى طبعا عشان اصله جمع المال دوت, ما هو مشكلة كبيرة, فبيدافع عنه لغاية اخر قطرة في دمه زي ما بيقولوا. يعني اعتقد ان هو بمحاولاته دي ودفاعه عن نفسه ودفاعه عن ان هم ما حدش ياخد منه المفتاح ده, كل ده يعني ما هو مش هين عليه الفلوس. مش هين عليه الفلوس لانه جمعها بقى يعني بعد تعب, وبعدين ده حقيقة برضو مش عايز اقول يعني نقول ايه, ما هو بخل, ما نعرفش, نقول حرص شديد, متهيأله انه يعني الفلوس دي لو اتاخد منها حاجة يعني هو الحقيقة هو دفع حياته تمن لكده.
تخليك يا باشا. انت شغال ايه؟ فلاح. عندك كارد؟ لا. على باب الله. على باب الله. تزوج؟ لا. ابوك شغال ايه؟ بواب. بواب. طب انت بتصرف على نفسك ولا بتصرف يعني والدك قايم بكل مصاريفك؟ انا بصرف على نفسي. بتصرف على نفسك. من شويه الشغل بتطلعهم في اليوم دول. ايوه. انت عندك كم سنه؟ عندي مش عارف بس مواليد 95. انت لسه صغير بس انت اللي قدك اتجوز. مش عارف بس احنا حلتنا على قد حالنا يعني يوم بيوم. ايوه يوم. ايوه يوم. لا تمام. والشغل اللي اديك شايف يوم اشتغل وعشرة دين قاعد في البيت والواحد محرج من والده. تمام. يعني الواحد لما بيلاقي نفسه كبير كده ووالده بيدوله مصروف محرجة. وانا عندي التزامات وزي شايف الشباب بيلبس وبيغير وبيتجوز ومعاه وظيفه وانا قاعد كده حاجه تخلي الواحد برضه بيبقى مقصر في نفسه. ايوه تمام يا باشا. صح كده؟ تمام. وانت مغلوب على امرك، انت ضحك عليك في الموضوع وضحكوا عليك وانت لا ليك لا ناقه ولا جمل زي ما عرفت ان انت يعني راجل اتورطت. انا ما اتورطتش في حاجه، انا كنت شغال ما اعرفش هم جم خدون المباحث ما اعرفش. انا عارف ما انت كنت كان دورك هم يعني انت لا دخلت البيت ولا عملت، انت كان كل دورك انت بتراقب الشارع بس او بتراقب الطريق. انا كنت يعني انت اتورطت. انا كنت شغال ما اعرفش اي حاجه. هم جابوني بس لما ملك قال عليا ما اعرفش. ما هو ملك ده مش عارف، ما ملك قال عليك ليه؟ ما اعرفش مش عارف قال عليا ليه. انا كنت شغال عند واحد اسمه جردي صابو فرج. وانت في خلافات بينك وبين ملاك؟ ما اعرفش. لا ما هو مش معقول. بيني وبين ملاك ان هو طلع عليا في الطريق انا وهاني وخد مننا التليفون، حتى لحد دلوقتي ما خدش التليفون بتاعي. طلع عليكم انتوا؟ ايوه. خد منك يعني فرض عليكم متوات يعني؟ ما اعرفش، انا كنت ماشي انا وهاني رايح عند جردس ورايحين نجيب التوكيل بتاع المكنه و150 جنيه كنا نديها لجردس لما هاني معرف الجردس يعني هاني وجردس. فروحنا خدنا التوكيل ورايحين عند جردس فلقينا ملك طلع علينا وثلاثة تاني ثبتوه. ايوه وكسرنا المكنه وخدوا كسرنا المكنه. كسروا المكنه ليه؟ ما اعرفش. وخد مننا التليفون بتاعي و150 جنيه. وانت ما ضربتهمش ليه؟ هضرب ايه؟ هضربهم. هضرب ايه لما هما نزلوا فينا ضرب في الليل. وانت ما قدرتش تضرب ولا ما قدرتش تعمل اي حاجه؟ ولا قدرت اعمل اي حاجه. خدت الفلوس، خد الموبايل، هات، خد الموتوسيكل. كسروا الموتوسيكل. ما هو اكيد كان بيسبب يعني مش معقول يعني. مش عارف بقى. يعني كسروا لكم الموتوسيكل من غير مشاكل؟ ما هو لازم يكون بينكم مشاكل. مش عارف. هذا كل اللي حصل. الملاك قال عليك ايه بقى؟ على حسب الكلام اللي بيقوله ده ملاك هو اللي جابك. ما اعرفش حتى ما اعرفش ملاك فين الوقت. جابك في الموضوع بتاع عم يعقوب ده اللي اتقتل. ايوه. انت تعرف يعقوب؟ ما اعرفوش. انت مش من البلد؟ من البلد بس مش قاعد في البلد. يا عم ده البلد كلها قد كده، يبقى ازاي ما تعرفوش؟ انا مش قاعد في البلد. ايوه انت من البلد. من البلد بس مش قاعد في البلد. انا كل اسبوع 15 يوم باجي عند بيت سيدي وامشي. يعني هو ده راجل زي ده قاعد ومستريح وعنده فلوس وراجل مليونير، البلد كلها تبقى عارفاه؟ احنا خلينا في العدل. كنت تعرف؟ كنت اعرف بس بقى خلينا في العدل. تعرفه غني ولا مش غني؟ ما اعرفش. ما تعرفه من ايه؟ انا اعرفه شكليا بس ما اعرفش يعني ما بيبانش عليه. والله اعلم. انا هقول له كل واحد في جيبه كام. لا مش كل واحد في جيبه كام. راجل زي ده بيتعدى على الصوابع في البلد ان هو معاه فلوس. خليك في العدل. انت قلت لي في الاول قلت ما كنتش اعرف ودلوقتي قلت بقى اعرف. خلينا في العدل. عارف انه معاه فلوس ولا مش عارف؟ والله اعلم يا باشا. حالته متهيئة باين عليه. بلاش منك تعب. باين عليه لما كنت بتشوف متيسر الحال ولا مش لاقي ياكل؟ زي الناس عادي محترم. تمام. والراجل عنده كم سنه؟ والله اعلم برضه. يعني يبان عليه قد ايه؟ في العشرينات يعني؟ الله اعلم يا باشا. والله شكله كده في لسه شاب صغير وراجل كبير. مش انت كنت بتشوفه؟ كنت بشوفه قاعد عادي وانا بعدي من شاب صغير وراجل كبير. شاب عادي انا كبير شويه عادي. لا ما في فرق بين شاب وفي فرق كبير. انا قدامك شاب ولا راجل كبير؟ شاب. صح كده؟ عرفت ان انا قلت لك على سني؟ لا. ولا انت شفت الشكل كده وعرفت؟ شاب عادي. شاب عادي. هو بقى كان زيه كده ولا كان كبير في السن؟ يعني كان كديك كده. لا ما كانش قديها كده. كان عنده 70 سنه. لا ما تنزكاش. ما تنزكاش عليا. انا عندي 70 سنه؟ لا. هو كان عنده 70 سنه. طب الله اعلم. صح كده؟ هو بيته كان فين؟ قدام الكنيسه ولا بعدها بشويه؟ ما قبل الكنيسه. انت عارف بيته كمان اهو. طب ما هو الناس كلها عارف. انت ولسه بتقول لي ما كنتش بعرفه. كل واحد هم لما اشوفه قاعد قدام البيت عادي. انت من شويه قلت لي ما اعرفوش. طب انا زي اي بني ادم عادي. انت من شويه انت بالشويه بتقول لي ما شفتوش ورجعت قلت لي اعرفه وشويه قلت لا ده من سنك ورجعت قلت لا ده انت عارف بيته كمان. طب ما كله عارف بيته. كله عارف بيته البلد كله. انت ما بتجيش غير كل 15 20 يوم تزور ستك وتمشي. تمام خدت بالك؟ انت عارف البلد كله اهو. طب ماشي انا بعدي من الشارع عادي زي اي حد. بيته كام دور؟ الله اعلم. مش انت بتقول عارف البيت؟
انا مش عارف انا هعرف بيته ازاي من الدوار. انت لسه بتقول لي عارف البيت اهو. انا مش عارف ما بصيتش في الادوار. ما بصيتش في الادوار؟ لكن هو كان بيقعد قدام البيت. هاي. على دكه ولا على الارض؟ لا على 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 بتاع كده قدام جنب الحيط. جنب الحيط. كان بيقعد على جنب، كان بيقعد على كرسي ولا على الارض؟ على الارض بس حيطه حته بتاع ديت مصطبة. هاي مصطبة عالي ولا واطي؟ عادي عادي زي كده عالي. عالي شويه كده. مصطبة عالي. كان بيبقى لابس جلابيه ولا لابس قميص وبنطلون؟ مش عارف، ما انا كنت بشوفه لابس قميص وبنطلون عادي. كان لابس قميص وبنطلون اهو وجاي قدام البيت بعد لوحده. هاي ولا بيبقى حد؟ ممكن بعد ساعه حد وممكن بعد لوحده. مين اللي كان بيقعد معاه؟ الله اعلم. لكن انت ما كنت بتشوف، كان بيبقى معاه حد ولا لوحده؟ انا مش عارف، انا كنت بعدي. انا كنت بشوفه لوحده ولا مع حد؟ كنت بشوفه قاعد لوحده عادي. لوحده عادي. ولاده ما بيزورهوش؟ الله اعلم ما اعرفش. لكن كنت بشوف ولاده انت؟ لا. انت تعرف ولاده منين؟ مش عارف. انت بتقولي ما كنتش بشوف ولاد؟ ما اعرفش ولاد. انت مش بسالك دلوقتي، ولاده كانوا قاعدين معاه قلت لي لا. ايش عارف انا ما اعرفش ولاد. انا بسالك دلوقتي، خليك ناصح بقى معايا كده، خليك جدع. ولاده كانوا قاعدين معاه ولا لا؟ قلت لي لا. عرفت منين؟ طب انا ما اعرفش ولاد ولا اعرف ان هم ولاد. ماشي، انا لما بسالك ولاده قاعدين كنت قلت له انا ما اعرفش، انا عندي ولاد. لكن انت قلت لي لا ما كانش قاعدين معاه. ايش عرفك؟ انا ما اعرفش ولاده. انا بسال على سؤال، انت بقول لك ولاده قاعدين معاه، قلت لي لا. عرفت منين من ولاده مش قاعدين معاه؟ انت بتقول لحد بيقعد معاه قلت لك لا. لا انا بقول لك على اولاده، ولاده قاعدين معاه قلت لي لا. ايش عرفك؟ انا ما اعرفش ولاده. ايوه ماشي، ايش ما انت كنت قلت ما اعرفش ولاده، لكن انت قلت لي مش قاعدين معاه. انا ما اعرفش ولاده. انت قلت لي مش قاعدين معاه. هنا لا، اذا كان انا مش عارف. انت كنت قلت لي ما اعرفهمش. طب انا اذا كان انا مش عارف، انت بتقول لي دلوقتي مش قاعدين معاه، عرفت ازاي؟ انا مش عارف. البيت بتاع الراجل عمك يعقوب ده اللي انت كنت بتعدي عليه، ليه كام طريق الناس تشوف منه؟ يعني عشان اروح البيت ده في كام طريق اعدي عليه من البيت؟ مش فاهم ازاي. بيت عم يعقوب اهو قدامه كام شارع ممكن اوصل منه للبيت؟ هو شارع تدخل منه تطلع تاني مش على طول تمشي على مفيش غير شارع واحد بس اللي وصل عم يعقوب ولا ولا شارعين؟ لا شارع شارع. الرجل عليه جامده ولا الرجل خفيفه؟ ده نظام كنيسه يعني عامه كلها جامد. كلها ده كنيسه. في يعني كنيسه. انا لو رحت الساعه 11 12 واحده في الليل القى حد هناك؟ لا مقطوع. مش عارف، ما البلد كلها بتنام بالليل. مش عارفك انت رحت الحته دي الساعه 1 2 في الليل؟ لا بس مش عارفك. لا سكن البلد، سكن البلد، سكن البلد. انت رحت الحته دي الساعه 1 2 في الليل؟ لا. اما عرفت ازاي ان مفيش رجل فيها؟ هي معروفه البلد بتنام من الساعه. انا جبت سيره البلد دلوقتي. انا بقول لك الحته اللي عند الكنيسه دي ايش عرفك ان الرجل ما بتدبش فيها؟ انت رحتها؟ لا بس عامه انا بمشي في الليل. مش في ايه اللي وديك هناك على الساعه 2 بروح في الليل؟ بروح من عند بيت سيدي بالليل بلاقي الشارع كله مقفله. الشارع اللي فيه عم يعقوب؟ لا مش انا بتكلم على الشارع اللي فيه عم يعقوب. انا ما روحتش هناك. ما روحتش هناك خالص. بس معروفه ان البلد بتنام. انت ما روحتش هناك خالص ازاي؟ ما كنت بشوف عم يعقوب قاعد ازاي؟ ما انا ما روحتش بالليل، اروح اعمل ايه بالليل؟ مش عرفت ان رجلي ما بتدبش هناك ازاي؟ وانا مش عارف. هو انا اللي قلت ولا انت اللي قلت؟ هي عامه في كنيسه يا باشا. عامه في كنيسه. الرجل بتدب فيها ولا ما بتدبش؟ ما اعرفش برضه. انا اقعد احرس الشارع. شو انت بتقول؟ ما فيش حد. انا هقعد احرس الشارع. يعني لو حبيت اراقب البيت ده اقف على كذا شارع والف، ولا هو شارع واحد بس لو وقفت قصاده اشوف البيت واعرف اللي داخله واللي طالع؟ الله اعلم برضه. هو في شارع مشيك كده. ايوه. وشارع يجيبك برضه تاني كده. بس هو في نفس الشارع. شارع واحد. شارع واحد. لو وقفت هنا ممكن اشوف اللي جاي من هنا وجاي من هنا. تمام. صح كده؟ ايوه. وبالتالي لو حبيت اراقب البيت ده اقف في الحته دي اشوف اللي جاي من هنا وجاي من هنا. تمام. وفي نور هناك؟ في نور ازاي؟ يعني لو في الليل في عمدان نور؟ لا ما اعرفش. لا ولا ما اعرفش. ما اعرفش دي. ما انت بتقول لا في الهواء. مش عارف. مش عارف يعني ايه؟ مش عارف في عمدان نور. في نور لما فيش نور. انا مش عارف. انت بتقول لا اهو. انا مش عارف. طيب لما وقفت في حد كان جاي ولا حد كان رايح؟ وقفت فين؟ ما وقفت عند البيت. ما وقفتش عند البيت. ما كنت بشوف عم يعقوب ازاي؟ انا كنت بعدي زي اي حد. في الوقت ده كان بيبقى في حد ماشي ولا انت ولا ما كانش في حد ماشي؟ كان في ناس كتيره بتعدي عادي وانا معدي عادي. مين اللي كان بيعدي؟ الله اعلم. ناس كتيره من العمودين. مين يعني زي مين؟ وناس طالعه من الكنيسه وداخله من الكنيسه. انا بتكلم على في الليل. في الليل فين؟ ما عدتش بالليل. ايه؟ ما عدتش بالليل. لا في اليوم اللي حصلت فيه الجريمه قصدي. انا ما عدتش. ازيك يا ملاك؟ ازيك يا باشا؟ اخبارك ايه؟ الحمد لله. شغال ايه؟ فلاح. فلاح. متزوج؟ ايه متزوج. عندك اولاد قد ايه؟ عندي اتنين. عندك ارض بقى ولا شغال باليوميه؟ لا شغال باليوميه. والدنيا صعبه طبعا. يوميتك قد ايه؟ 30 جنيه 35. في يوميه تتين؟ ده اليوميه دي 70 80 جنيه. فين اليوميه ام 30 جنيه؟ لا ده الفلح. ما
انت مش شغال في الفلح؟ الفلح يعني بالطول يا ب 35. لا الفلح ب 70 جنيه. لا الفلح هو ورا البنا ب 60 جنيه. هو الفلح ولا ورا شغال ورا البنا يبقى فلح؟ لا اللي ورا بنا ب 60 واللي شغال في الفلح فانا فاهم. 30 جنيه في اليوم ما تكفيش انت على مراتك وعيالك؟ لا انا مرت وعيالي زعلانين شويه. ليه زعلانين ليه يا عم؟ في ظروف كده. في ظروف زعلانين. لكن ما هم في قبل الظروف دي كنت بتصرف عليهم من دخلك ده؟ الحمد لله نشكر الله. صح كده؟ انت ايه اللي كان بينك وبين ميلاد؟ ميلاد كده طلعت عليه كسرت له الموتوسيكل وخدت منه 150 جنيه وموبايل وبتاع. ايه اللي كان بينك وبينه؟ انا ما حصلش من ده كله حاجه يا باشا. ما حصلش عليها كده في الطريق وهو رايح عند جرجس وخدت منه الحاجات دي كلها يا باشا؟ كسرت له الموتوسيكل يا باشا؟ من ده كله ما حصلش. هو بيدعي عليك يعني يا باشا؟ والله من ده كله ما حصل. هو كان رايح مشوار ماشي يخصه هو، مش يخصني يعني، يخصه هو. تمام. كان رايح عند جرجس؟ لا، لو رايح عند جردس يمسك الاسفلت. اه صح، لو رايح عند جردس يمسك الاسفلت عشان الاسفلت على طول الفلاحين. اه ماشي. ده هو جبل وهو جاي من جبلي مسك سكه الترابه رايح مشوار يخصه هو، يعني مشوار لوي يعني. ايوه يخصه صح. هو ايوه. الواد ده سوابه ولا ايوه جاي كان ممسوك في السرقه قبل كده وخد وخد شهرين. ده ماشي وغلط عشان كده بيرمي التهم على الناس كلها. وخد شهرين وخد شهرين لسه طالع. بالعيال دي يا اخي، عيال سوابق ومخطوف شهرين، مالك بيهم؟ انا مع سعادتك يا باشا انا ما اعرفش حاجه خالص عنه. انت راجل من السوابق يعني؟ انا ولا ليا سابق يعني؟ راجل محترم. انا اللي جيت هنا في المركز معلش، جيت في وصلت امانه. ده اي حد لا قدر الله تحت ضغط الماديات ممكن يمضي على صلاه امانه، ما فيش مشكله. انا جاي في وصل امانه لكن بس فقط لا غير. انت مش عارفك ان هو مشي في طريق ترابي، ما مشيش في الطريق الاسفلت على طول، مش عارفك بالموضوع. ما هو اللي هو اصلا اللي هو كان انا عارفه رايح فين. انت مش عارفك انه رايح فين؟ انا عارف هو رايح لمين. مش عارفك انت هو رايح. هو اللي هو جاي لي. انت تعرفه منين اصلا؟ ده بلدياتي. وانا عشان وانت عشان بلدياتي كل مره في حته اقول لك. لا انا عارف هو رايح لسكه ايه. ايوه انت مش عارفك. انا عارف هو رايح لسكه. ايوه ايش عارفك؟ ده هو اللي جاي لي. ويقول لك هو ويقول لك ليه بيستاذن منك؟ لا سعادتك يا باز محترم ليك يعني. اه هو رايح لواحد اسمه محمد ابو مخيمه، رايح لمصلحه لقصه حريم. ايش عارفك؟ هو اللي هو جاي ليه ويقول لك انت ليه يعني؟ واحد رايح يعمل حاجه غلط. انا عشان خاطر انا اروح معاه. انتوا اصحاب بقى؟ قلت له لا انا اصحاب، انا مش هروح. يبقى انتوا اصحاب. خد بعض هو وراح. يبقى انتوا هو راح الجماعه الغفر مسكوه. يبقى انتوا اصحاب. كسروا المكنه. يبقى انتوا اصحاب. الله اعلم باللي حصل لكن يعني. انت مش عايز ترد يعني؟ واحد رايح المشوار استغفر الله العظيم في كل حاجه، هيروح يقول لواحد عدوه ولا هيروح يقول لواحد حبيبه تعالى معايا المشوار ده؟ لا انا قلت له مش هروح. خد بعض هو وراح. انا دلوقتي رايح مشوار غلط، اعمل فيها حاجه تحصي ربنا. يوم ما اخد واحد معايا هاخد واحد صاحبي ولا اروح اخد واحد عدوي؟ لا مثلا اخد واحد مثلا يقول ليه معاه في السكه. صح كده، ما دام قال لك يبقى انت صاحبه ولا عدوه ولا مش معرف خالص. لا معرف ده بلدي. صح كده، يبقى انت اللي تنصحه. اتفضل. مش اتفضل، صح ولا غلط؟ ايوه صح كده. ايوه فمشي في الطريق الغلط ده ورايح عشان يعمل الحرام، ربنا رزقه باللي كسر له الموتوسيكل فلوس. خد منه فلوس. حلو قوي. مين بقى اللي كسر له الموتوسيكل؟ والله ده ما اعرف كسر. بيقول لي المخبرين اللي طلعوا عليه. مش المخبرين، بقول له غفر الارض. غفر الارض. ايوه هم اللي طلعوا عليه. هم اللي طلعوا. ايش عارف؟ ده هو اللي جاي لي سعادتك. هو اللي قال لك اول ما جه. ايوه اذا هو قال لك، قال لك ده قال عليك انت مالك؟ هو اللي عمل ده كله. لا انا ما عملتش. وجرجس لما راح عندك اعطته البطاريه واعطته الفلوس واعطته الكلام ده كله. طب انا ما والله ما كان عندي بطاريات ولا عندي فلوس. عندك ايه؟ والله ولا بطاريات عطيته ولا فلوس عطيته. عطيته ايه؟ ولا عطيته حاجه ابدا. تعرف عم ملك عم يعقوب من ايه؟ والله ما اعرفه. انت مش من البلد؟ انا من البلد. يعني انت عارف اللي رايح مشوار غلط من المشوار الصح، ما تعرفش واحد قاعد في البلد وراجل ربنا عاطله قرشين؟ ما تعرفش عم يعقوب؟ والله يا باشا انا ما اعرف ولا ليا كلام معاه ولا سلك ولا هلك ولا اي حاجه. انا قلت لك ان انت ليك معاه علاقه، انا بقول لك تعرف ولا ما تعرفوش؟ اعرف اللي هو بلديتي بس. تعرفه شكلا يعني؟ ايوه اعرفه شكلا. لكن تعرف بيته ما تعرفش بيته؟ اعرف بيته. تعرف انه غني وما تعرفش انه غني؟ اعرف لو مرتاح وراجل 100 100. صح كده؟ اتفضل. صح كده الكلام ده ولا غلط؟ طيب اللي مرتاح والحد قاعد معاه من ولاده؟ والله انا ما اعرف ولاده. انا مش ولاده، ما هنا قريب ما غير سعد. يعني انت واحد بلدياتك وقاعد لوحده في البيت؟ اسمعني بس، اسمعني بس. ما انا عارف، انا دلوقتي انت من البلد قد كده وواحد قاعد لوحده، لا حد بيدخل عنده ولا حد بيطلع عنده، يبقى قاعد لوحده ولا مع عياله؟ ده قاعد لوحده. صح كده؟ يبقى عم يعقوب كان قاعد مع عياله ولا لوحده؟ ده لوحده. صح كده؟ اتفضل. لا صح ولا غلط؟ ايوه كان قاعد لوحده. ايوه مش عارف انه كان قاعد لوحده.
سلام. انا من زمان وهي كل الناس كلها بقول لك قاعد لوحده. الناس كلها ماله بيعملها بيه؟ الناس كلها يعني اللي هم ده شيخ كل الناس ما تقول يعني الناس كل سايبين كل حاجه مش ماسكين غير سيره عم يعقوب. من زمان الكلام ده وخلاص على قطاع كل واحد في حاله. يعني ايش عرفك ان عم يعقوب قاعد لوحده؟ انت سيبك من الناس، انت ايش عرفك ان عم يعقوب كان قاعد لوحده؟ يعني واحد من يعني واحد ببلدياتي مش عارف انا قاعد لوحده ولا مش قاعد. لا قلت له انا ما اعرفوش غير يا دوبك معرفه كده. ايوه يعني يعني ما اعرفه كيف يعني ما فيش اختلاط يعني بينه وبينه، ما فيش اي متعامل، ما فيش اي حاجه خالص. ما فيش لا اختلاط ولا تعامل. عرفت انه قاعد لوحده ازاي؟ من كلام الناس. والناس ما مورهمش غير سيره عم يعقوب. هي سيره سعادتك من زمان، ده الراجل ده واحد وخلص الكلام وقاعد قصاد بيت اخوه. يعني مش قاعد قصاد بيت اخوه. ايوه عارف عم ابو ملاد. يعني عارفه هو عارف عم ملاد. ابو ملاد عارفه عشان ماسك الكنيسه، وبالتالي عارف ان هو التاني قاعد لوحده. لوحده كيف؟ قاعد لوحده في البيت. ما اعرفش. ما انت قلت لو هو لما قاعد لوحده، ما انت لسه قايل لي قاعد لوحده. عم ابو عم عقوب وحده. واحد قاعد لوحده. أيوة صح كده. عم ابو ملاد هو راجل في الكنيسه. ليش قاعد في الكنيسه؟ خلينا في عم يعقوب. قاعد لوحده. اتفضل. صح كده. اه. هو بيته كم دور؟ كم دور؟ دور مش عارف. دور مش عارف. بين دور يعني واحد في البيت مش عارف بيته. يعني ما تعرفش كان يقعد لوحده ولا مش لوحده غير من الناس؟ طب انت اكيد عارف انه هو لوحده يعني غير ما حد يقول. يعني مش في مره رحت الكنيسه. اه وبعدين يعني ما انا منظر وقاعد بره. بره ايوه ما بقى قاعد راجل في الشارع. مين اللي كان قاعد جواه؟ الله اعلم في الغيب. انت بتقول قاعد لوحده يبقى ما فيش حد جوه. وانا بقول لك انا منظر وقاعد بره لكن الله اعلم مين اللي جوه. انت بتقول لي مين اللي جوه الوقت؟ مين اللي جوه؟ الله اعلم. انت بتقول قاعد لوحده. يعني انا لما دخلت بيته يعني قاعد لوحده ولا مش قاعد لوحده؟ قاعد لوحده. يبقى مين اللي جوه وهو قاعد بره؟ ربنا بالكل. ربنا فوق الكل. لما واحد قاعد في بيت لوحده وهو قاعد بره يبقى مين اللي جوه؟ اقول لك يا رب ما فيش حد. ما فيش حد صح كده. انا لو دخلت على واحد وخدت منه المحفظه بتاعته صح وعرفني عرفني شكلنا انا ملاك وانا حنفي السيد صح، لو سبته اول حاجه يعملها ايه؟ دخلت على واحد يسرقه شافني وعرفني اول حاجه هيعملها ايه بعد ما يمشي؟ انا ده وعلى مش الحين ما عملتهاش يا اخي مش بلاش منك. انا بقول لك انا حنفي السيد. انا حنفي السيد. انا حنفي السيد. دخلت اسرق واللي بسرق وشافني وعرفني بعد ما امشي هيعمل ايه؟ يعني دخلت اسرق واحد وعرفني انا حنفي السيد اللي بسرقه بعد ما امشي انا هيعمل ايه؟ هو هيبلغ فيا. هيبلغ فيا البوليس صح؟ هيقول ده حنفي هو اللي جه سرقني. ايوه اتفضل. يبقى انا قبل ما اطلع من البيت لازم انا اعمل ايه؟ انا في السيد عشان الراجل ده ما يروحش يبلغ اعمل ايه؟ ما اعرفش اعمل فيه. ما انا لو سبته انا لو سبته هيعمل فيا ايه؟ ما اعرفش اعمل فيه بقى. ما انت قلت هروح يبلغ. ايوه هو هيروح يبلغ لك. انا وانا عشان ما اخلوش يبلغ اعمل ايه؟ انا لو نصحه عشان ما اخلوش يبلغ اعمل ايه؟ اعمل ايه فيه يعني؟ واحد شافني وانا بسرق وعرفني وهيروح يبلغ عني لو انا سبته، يبقى انا لازم اعمل ايه عشان ما يبلغش؟ اعمل فيه. طب يا باشا طب قول يعني اعمل فيه. طيب يعني هموته. طب اموته ليه؟ عشان ما يروحش يبلغ عني. ولا صح ولا الكلام ده غلط؟ يعني في واحد يمسك واحد يموته عشان ما يبلغش عليه ودين السيد بمصر هو عشان خاطر ما يروحش يبلغ فيه. اه ما ينفعش الكلام ده يا ملاك. كل حاجه جايز. كل حاجه. نشوف ميلاد بعد اذنك يا باشا. نشوف ميلاد عشان نواجه ميلاد بحكايه الموتوسيكل والحاجات دي. هو ده ملاك يا ملاد؟ هو ده. هو ده خد منك الموتوسيكل. ايوه. لا بص له كويس. ايوه هو هو ده اللي ضربك وخد منك كل حاجه. ايوه ده بيقول انت كنت رايح. مسابقه برنامج عيون الشعب. اشترك معنا في المسابقه وجوائزنا اسبوعيا كمبيوترات، اجهزه تابلت، مولدات كهرباء، اجهزه لابتوب، واساس منزلي، غرف اطفال، وانتريهات. اتصل بينا من أي محمول على 1466 أو من أي خط أرضي على 0900-98-66 أو ابعت رقم الإجابة في رسالة على 95-146. ما هو النبات الذي ينمو وليس له أوراق؟ 1. الصبار. 2. النعناع. 3. القرنفل. هو ده ملاك يا ملات؟ هو ده. هو ده خد منك الموتوسيكل؟ ايوه. لا بص له كويس. ايوه هو
هو ده اللي ضربك وخد منك كل حاجة؟ ايوه. ده بيقول انت كنت رايح مشوار حريم وكنت عايز تقضوا معاه. ثواني ثواني بكلمك انت. ماشي. مشوار حريم يا عم يا باشا، انا رايح عند جردس مش انا اللي رايح. انت ما خدتش طريق الاسفلت على طول ليه؟ خدت طريق التراب ليه؟ انا واخد طريق التراب وبعد كده خشيت على طريق جرجس. ممكن اروح طريق التراب يا باشا؟ لا لا ارد على سؤالي، جرجس ممكن اروح طريق التراب؟ لا رد عليه. لا حكايه جرجس ملوش طريق التراب خالص، لغايه بيته جنب الكمين. لا لا كمين كمين وبتاعي. انت ممسوك، اصبر ثانيه بس. جنب الكمين يا باشا. انت رايح انت وهاني، وبعد ما حوت وقفت على كبر الفلاحين لغايه ما طلع محمد، بعدين قال لك جبل، جبلت لغايه الشيخ علام جبل، بعد كده هو قال لك تعال، طلع محمد ابو مخيمه راح جابك عشان يجيبه. هو عشان ايه؟ عشان حريم. عشان حريم. ما حصلش يا باشا. هو وهاني ما حصلش. مين اللي كسر الموتوسيكل؟ هو والجماعه اللي معاه. كم واحد اللي كان معاه؟ كانوا ثلاثه تاني. مين ومين ساعتك؟ ما انت اللي عارفهم. انا هعرفهم يا راجل. انا اللي اعرفهم برضو يعني. انا بقول عليك انت كنت مسجون واخد شهرين سجن وبتاع وثوابه. لا يا باشا ما حصلش. ده محضرك تحت. انا جاي اعرفك انه محضر تحت. مش هو كان هنا في شهر؟ هو لسه ما روح ما كملش شهر. ما انت لسه مروح ما جاش شهر. ما ترد عليه بتكلم هنا. المهم ده يا باشا ده كانت في خناقه. كانت في خناقه. عياد 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 بخيت. عياد بخيت من عندنا من المين العمودي. كان سرق. ايوه كان سرق. نط على البيت بره. ايوه نطوا. نطوا على البيت. ايوه هم دول هم اللي نطوا على البيت ساعتك. هم نطوا على البيت. ايوه هو. انت اللي طالع مع ابوه يا عم. هات هات عيال. انت كنت طالع مع ابوه؟ لا هات عيال. انت كنت نطيت على البيت اهو. لا يا باشا. مين اللي نط؟ والله والله ما اعرف. انت نطيت على البيت؟ نطيتش على بيوت. ما انت نط بيقول لك نطيت على البيت اهو. انت سمعته ولا انا بقول؟ هات عياد ده. ايه هات عياد اللي بيقول عليه ده. وشو بيقول لك؟ ايوه هو نط. ايه رايك في الكلام ده؟ لا نط على بيت عياد. هو خاله عياد وهو خاله عيسى. هو خاله عيسى كمان. ايوه وجوم خدوا شهرين هنا. خدوا شهرين سجن. ايوه هنا سرقت بيت برضه. ايوه سرقوا من البيت. ايه بقى؟ سرقوا من البيت 1000 جنيه. 1000 جنيه انت عارف كل حاجه. ودفعت كمان ودفعوها له. مين اللي حكى لك الحاجات دي؟ اتلمت من الناس من على القهوه واحنا قاعدين. النفر دفع 20 30. ده بيلموا لك يا عم. من واحد اسمه نمر ابو عزيز وعباس ابو ريم. وعباس ده ما يكتبش يا ابني. عباس ابو ريم هو اللي لمها لهم. ماشي وراح وديها لهم ودفعت ال 103. جرجس جاب لك الماتور وجاب لك بقيه الحاجات من عند مين؟ من عندهم هم. من عند مين؟ من عند ملاك والجماعه دول اللي كانوا معاك. من بيتي هنا؟ الله اعلم بك. سائل من عندي انا؟ كنت معاكم؟ لو من عندي انا انا مش معاهم انت؟ انا كنت معاكم. ان هو انت مش كنت تراجع لهم من الطريق؟ طريق ايه؟ هما كانوا رايحين يسرقوا يقتلوا عم يعقوب ويسرقوه. ده هو بيقول لك المكنه وكانوا مش عارف رايحين فين ويعملوا ايه. انا كنت رايح عند جيرجس. ده خلينا في موضوع يعقوب. انت مش كنت طارق بالطريق وهم اللي دخلوا نطوا؟ لا. ومين اللي دخل نط؟ الله اعلم يا باشا. يعني ملاك ده هو اللي دخل ولا هو اللي ولا انت هو اللي كان بيراقب الطريق؟ والله ما اعرف. انت نطيت على بيت مين؟ ده هو بيقول لك عيال. انت نطيت على بيت مين؟ ده واحد بيقول لك اسمه عيال. انت 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 نطيت على بيت مين؟ على بيوت. يعني بيقول لك ما نطتش على بيوت. نط على بيت عيال هو خلاص. وسرقوا 1000 جنيه. وسرقوا 1000 جنيه ودفعت 1000 جنيه 1300 كامل. دفعت 1300؟ ايوه. وخدوا شهرين. وخدوا شهرين سجن. ايوه. وانتوا كنتوا رايحين مشوار وحش، مشوار حريم. ما حصلش يا باشا وهات جردس. ما خدتش ليه الطريق الاسفلتي؟ هات جردس. ما خدتش طريق الاسفلتي. جردس الراجل ما كانش معاك ده. انت بعد ما حصل معاك الكلام انت اللي جايله بلسانك. بعد ما حصل معاك. ايوه بعد ما حصل معاك الكلام ورحت لجردس عشان جردس يجيب لك البطاريه. انت كداب عشان يروح لك البطاريه. منك السن خلي بالك. انا بقول له انت كداب عشان يروح يجيب لك البطاريه. ماشي ويجيب لك ايه الفلوس انت قلت عليها. لا انت كداب. انا رحت الجردس. طيب انا كداب هيجي جردس يقول لك انت كداب ولا سيادك؟ بس انتوا عشان انتوا عايشين مع بعضيكم انتوا ثلاثه في اوضه. طب اما تقولوا اللي تقولوه مع بعضيكم تيجوا انتوا تقولوه. لكن انا عايش واحد في اوضه. انتوا عايشين مع بعضيكم زي ما مفاهموا بعض اما تقولوا. صح. بس زي ما قال انت اللي دخلت هو اللي كان بيراقب. ماشي زي بعض. ده ما انا هو ربنا اللي صار الحقيقه. بس انا مش عايزك انت تشيل الليل لوحدك. ما هو انت اللي نطيت وانت اللي قتلت. هم كانوا بس هياخدوا نصيبهم مع الجهاز كده. ما هو حاجه من الاثنين. لا اشتركتوا كلكم مع بعضيكم لا انت لوحدك اللي هو لوحدك. والله يا عم والله يا باشا انا لسه انا عايز اعرف هو كان بيراقب ولا ما كانش بيراقب. ماليش في سلك ولا هيك ولا حاجه ابدا. هو هو مش عليك انت. كان بيراقب ولا ما كانش بيراقب؟ الله اعلم برضه. مين اللي كان بيراقب؟ معرفش يا باشا والله. يعني انت اللي قتلت لوحدك؟ الله انا ما انا قتلت ولا شفته. هو مين اللي كان بيراقب ولا اتعاملت معاه خالص حتى؟ اللي هو مين؟
انا ما اتعاملتش خالص مع عم عقوب ده خالص. عم ولا اي والله ولا شفت ولا ليا كلام معاه ولا كيف ما انت كنت بتشوفه قاعد قدام البيت مع الناس. يعني ماليش تعامل سعادتك في اي حاجه خالص. صح كده. يعني انا ماليش تعامل معاه في اي حاجه. والراجل ده هو اللي عمل كل حاجه، هو اللي سرق، هو اللي بيتبلى عليك في موضوع الموتوسيكل، وهو اللي بيتبلى عليك. ربنا اللدر والله عشان قاعدين مع بعضيهم عملوا عليك الرباطيه. والله والله تاني والله تاني الراجل ده هو وهاني فاروق والله والله رايحين لمحمد مخيمر عشان خاطر قصه حريم. وانا بقول لك والله في وشه هو جاي بسكه التراب ماشي. سكه التراب فين سعادتك لما هو على كبر الفلاحين هيخش مغرب. صح. هينزل مبحر على الاسفلت. صح كده. تمام انت على الاسفلت ده جبل على طول. جبل لغايه ما عدى وجي لغايه الشيخ ثلاثه. جه عند الشيخ عند الشيخ عليه ماشي وراح وقف رجع تاني قاعد على الكوبري رن على محمد خد ونزل على الرمل على التراب. ماشي على التراب. جم هم نزلوا على التراب نزلوا مشر يبقى منين قال لي انا مسكته بعد خطوه راحوا الجردس. شوف الراجل جايبها لك شرح خطوه 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 خطوه. انت بتقول عليه كذاب رغم انت بتقول ده راجل اكبر منك. يعني عيب تقول له كذاب. انا اول حاجه انا اول حاجه ماشي سعادتك هم رايحين هم الاثنين اما يقولوا ده احنا معانا 100 جنيه ده اللي ما يقول انا معايا 100 احنا الاثنين معانا 100 معانا كام؟ 100 معانا 100 ليه جلست قال نفرنا يدفع 50 للبيت. ايوه واحنا معناش ما غيرها كل واحد ب 50 100 طبعا هم عايزين يرموا بلاهم قال لك ايه معانا 150 ماشي. طب هو اللي هيطلع هياخد بطاريه ولا ياخد المكنه كلها؟ ياخد المكنه كلها. عجبني كلام اللي هيطلع يا اخي هياخد المكنه كلها ولا ياخد البطاريه. هات اللي كانوا معاك خليهم يجيب خليهم يجيب خليه يجيب اللي كانوا معاه ويشوفوا البطاريه. كان معايا اللي انت كنت رايح له ما تشوفهم انت لا تعرف. انت كان معاك الحريمي اللي كان رايح له؟ لا سعادتك ده هو كان رايح لمحمد. انا اقول لك انا كان رايح لمحمد ماشي والتاني معايا ولا شايف اتنين تاني معايا. هو سعادتك اعرفهم هو عشان اقول لك رايح لهم هم كلهم مع بعضهم. انا راجل ما عنديش مكان ماشي. انا راجل ما عنديش مكان. هم اللي كان عندهم المكان هم اللي كانوا هم الاثنين مرمهم مع بعض ماشي. مش معاه غير ال 100 جنيه للمكان. تاني حاجه بعز احترام ليك دول هم مجوا الساعه 2 والساعه ايه بتاعها مش بتاعتي انا. 150 اللي كان راح يديها كان معاكم 100 للحريم ولا 100 ولا 150 كان راح هاني يديها الجرجس عشان يجيب التوكيل. لا توكيل ايه؟ التوكيل بتاع المكان. لا لا ما فيش توكيلات ولا في حاجه. انت اما تقعد انت اما تروحوا الساعه 2 في الليل اما تروحوا الساعه 2 في الليل منين؟ من عند جرجس من الفلاحين من قبل. اللي انا اعرف ان جرجس راح يقعد لحد الساعه 2 في الليل اللي عرفنا ان جرجس اللي انا فهمته ان الراجل ده الجريمة طبعا تمت الساعة 5-6 في الوقت ده. هو كان لسه بيرتب لشغل عنده عشان بيقول لك كنت مش عارف بحفر في ايه. هو كان كل دوره الشارع بتاع دي عمي يعقوب اهو في شارع هنا وشارع هنا هو كان يقف هنا عشان يراب وانت اللي نطيت ودخلت يبقى كده الكلام وقافل. عمو مين اللي نط؟ والله ما مين اللي كان بيراب غير ميلاد غير الراجل ده؟ لا واحد. هو بيقول لك هو بيقول ادي بيت عمي يعقوب هو في شارع بيودي كده وشارع بيودي كده. هو كان واقف هنا يشوف اللي جاي من هنا وجاي من هنا بيراقب الطريق. انت كان دورك بتراب ولا انت اللي نطيت على كلامه؟ انت اللي نطيت ولا نطيت؟ والله مين اللي نط؟ انا ما اعرف فيه ولا نطيت ولا جيت هنا. بس رجاء الساعة الأخيرة اللحظة الأخيرة
لكن رفض ان هو يقول. مسابقة برنامج عيون الشعب، اشترك معنا في المسابقة وجوائزنا أسبوعيا: كمبيوترات، أجهزة تابلت، مولدات كهرباء، أجهزة لابتوب، وأساس منزلي، غرف أطفال، وأنتريهات. اتصل بينا من أي محمول على 1466 أو من أي خط أرضي على 0900-98-66 أو ابعت رقم الإجابة في رسالة على 95-146. ما هو النبات الذي ينمو وليس له أوراق؟ 1 الصبار، 2 النعناع، 3 القرنفل. اسلام عبد الفتاح، معاه مباحث مركز سمالوط. طبعا البلاغ جانا من عزبة العمودين بوفاة المدعو يعقوب في بيته، يعني كان موجود في بيته، الاهل اتصلوا بينا. كان عايش لوحده؟ كان عايش لوحده طبعا، كان عايش لوحده خالص، اهله ومراته مش معاه، عياله عنده 3 بنات، ما بيزوروش خالص، يعني في الزيارات قليلة جدا يعني. طبعا انتقلنا لمكان الواقع وتوجهت السيد مدير الامن والسيد مدير مباحث. انتقلنا لمكان الواقعة، عملنا المعاينة للمكان. كان البيت عبارة عن دور واحد، دور واحد، باب المنزل ما كانش ما كانش مكسور ولا حاجة. دخلنا المكان طبعا لقينا يعقوب مرمي على الأرض، في بلاستر على عينيه وعلى بقه في أوضة النوم بتاعته، ولقينا فيه طبعا في بعصرة في المكان، في أوضة النوم بتاعته، في غرفة في الدولاب بتاعه، في محتويات المنزل كلها. الخزنة بتاعت البيت بتاعه كان حاططها في أوضة كده، الأوضة دي مكسورة والخزنة متشالة من مكانها. في محاولة منها للكسر الخزنة وفتح الخزنة. زمان دي صعب جدا طبعا. هو حتى يعني كان في نوع من، يعني كان واضح ان هو كان بيدور على المفتاح. اللي عمل القصة دي طبعا كان بيدور على مفتاح الخزنة، وكان بيحاولوا يقرروا المرحوم ان هو المجن عليه، يعني ان هو يقول على مكان الخزنة. والمرحوم ده واللي مات ده فضل الموت عن انهم يدوموا المفتاح. تمام. فما طبعا ما عرفوش يكسروا الخزنة، يا دوب بس استولوا على المحفظة بتاعته، حاجات بسيطه يعني من الناس. طبعا عملنا فريق بحث طبعا على المستوى من رئاسه السيد مدير المباحث الجنائيه وسيد رئيس المباحث المديريه والامن العام برضو مشترك معنا في الفريق البحث. حصلنا طبعا مترددين على المكان، الناس اللي بيزوروه، هو طبعا علاقته الراجل يعني المجني عليه علاقته قليله جدا مع الناس، قليل قوي الناس اللي بيزوروه، المترددين عليه ان حد يجيب له حاجه، ان هو طبعا كان قاعد لوحده وعنده 70 سنه وعدى 70 سنه، كان هو بيعتمد على نفسه، بس كان في ناس طبعا بتجيب له حاجات بتساعده، حاجات كده. فحصرنا طبعا الناس اللي بتردد عليه وكده، والمصادر السريه بتاعتنا في المكان. طبعا وصلنا للتشكيل ده الاربعه دول. ودول بيترددوا عليه، يعني كان ملاك بتردد عليه. ملاك ملاك في شود، ملاك متردد عليه. برضه مهني كان كهربائي، عمل له كذا حاجه في البيت قبل كده، وشاف البيت، دخل البيت جوه، عارفه، دخلوا البيت وعارفينه. طبعا جبنا ملاك وجناب الاتحادات اللي عندنا. طبعا كان في شهود عليه، في ناس شاهدوا هو والجرجس في قبل مكان الواقعه، قبل يعني وقت الواقعه، قريب من مكان الواقعه كان في صيدليه هناك. طبعا احنا لما لزق البلاستر الابيض ده، طبعا حصرنا الصيدليات كلها الموجوده في البلد، كانوا مكتفين وحاطين على بقهم بلاستر ابيض طبي. حصرنا طبعا الصيدليات الموجوده، طبعا وصلنا لصيدليه معينه كانت باعت بكر بلاستر في الوقت ده، في اليوم ده. وصلنا طبعا لان ملاك كان هو وجرجس واقفين قريب من البيت، او يعني الشارع اللي قبل البيت اللي فيه الصيدليه، وملاك يعني كان ده حاول يخش الصيدليه يجيب البلاستر ده مع جرجس، بس طبعا عشان خايف يفتضح امره وكده، فبعت حتى عيل صغير، يعني عيل صغير، يعني عيل ماشي في الشارع كده صغير، دخل جاب البلاستر ليه بحسن نيه عادي، مفيش حاجه يعني، وجاب البلاستر ليه ودخل. اتفق مع جرجس واتفق مع ميلاد وهاني ان هو ميلاد وهاني وجرجس يقفوا بره البيت يراقبوا البيت، وان هو يخش والتاعي يخش جوه البيت. مين اللي يخش؟ ملاك. ملاك دخل جوه البيت من 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 باب خلق، مش يعني منط جوه بره، من سطح البيت، من ورا ده شارع صغير جدا.
سهل الوصول اليه، مفيش حد شايفه. هو اللي وصفه لي بالظبط يعني بقى ما فيش حد الشارع ده شارع يعتبر مهجور، سهل جدا يطلع للسطح، حتى مش ينط كمان، ده سهل يطلع ماشي كده، لان البيت مهجور، بيت قديم، فسهل ان هو يطلع السطح، يطلع من السطح السلم يوصل جوه البيت بالظبط يعني. بس جبنا ملاك وقرب الواقعة واعترف بالدنو وقال على هاني وقال على ميلاد وقال على جرجس، ملاك هو اللي اشرف على كل المجموعة. واحنا تحرياتنا برضو يعني اثبتت الكلام ده، ان وكمان ثبتت ان في كان في اجنة وفي زي بنسة كده، دي طبعا كان خدها هو ملاك، هو جرجس برضو ميكانيكي هناك برضو ثبت الكلام ده، يعني ميكانيكي جه في النيابه كمان وقال ده ملاك خد مني البنسة والاجنة على اساس ان هو يصلح بيها الموتوسيكل بتاعه يعني. ممكن تاخده من عنده ليه؟ ده الكلام طبعا في النيابه، كلام الراجل صاحب الورشه دي قال ملاك خد مني البنسة وخد مني الاجنة على اساس ان هو يصلح المكنه بتاعته. هما طبعا الموضوع ده كله هما اتفقوا مع بعض قبل الواقع بيوم، حوالي الساعه 1 بالليل اتجمعوا مع بعض في عشه كده في البلد، في مكان اللي بيقعد فيه ملاك على طول جنب قهوه كده، اكتفوا مع بعض على سيره يعقوب ان هو راجل يعني قاعد لوحده كبير في السن وراجل مرتاح ماديا، يعني معاه فلوس في الخزنه بتاعته وفلوس في البنك واراضي وبتاع. الناس بتقول كان عدى 2 مليون جنيه بس في نقديه في الخزنه. يعني راجل مرتاح ويعني هو بالنسبه لهم الصدى سهله يعني. طبعا هي جريمه بشعه جدا بجميع المقاييس يعني، بس الحمد لله ربنا كرمنا فيها. طبعا التشكيل كله جه، جميع الشهود، البلاستر، الاجنه، البنسة، يعني جميع البيت من ورا، طبعا كان في اثار، طبعا الناس طالعه من يعني اثار بصمات الرجول برضو نازله من فوق السلم. لكن هو اعترافاته في النيابه فندم كان دوره ميلاد اعترف ان هو كان واقف بره هو وهاني ومن ناحيه من ده يعتبر حكم يعني. انت في وضعك مخفف، انت كنت واقف بس على اول الشارع، مفيش اكتر من كده. هو الكلام في النيابه طبعا ده يعني المحامي مش يعني لازم يقول الكلام ده كله طبعا، لكن في النيابه قال يعني قال الكلام ده كله، قال ان هو كان واقف حتى من ناحيه القبليه للبيت وجرجس واقف بالموتوسيكل بتاعه، ان جرجس معاه الموتوسيكل بتاعه بس بعد ما ينفذ ويجري عشان لو في اي حاجه يرنوا عليه يطلع طول حتى يستقل الموتوسيكل بتاعه. وعمل الواقعه دي في حوالي من يعني ما بين يعني حوالي الساعه 6، من 6 ل 7. واللي خلاهم يستعجلوا في القصه برضو ان كان وقت خروج الكنيسه، كان في صلاه في الكنيسه ساعتها، وطبعا اول ما بيخرج الكنيسه طبعا زحمه جدا، فهم كانوا يعني ايه استعجلهم في القصه دي وقت خروج الكنيسه فخرجوا على طول. رفض ان هو يقول فلاح وميكانيكي. عندك ارض؟ متجرين ارض. متجرين ارض. تزوج؟ ايوه متزوج. عندك اولاد؟ عندي عائلين. طيب دخلك بيكفي يعني من اللي بيطلع لك ولا؟ الحمد لله. مالك انت بقى بميلاد ومالك بملاك والناس دي؟
انا يا باشا هما دول ميلاد وهاني دول جم اشتروا منه موتوسيكل، ده اللي انا اعرفهم عن طريق مسرو ده ولا موتوسيكل؟ لا لا ده بورج، وهنا جابوه هنا كمان. جاي خد مني موتوسيكل، وجاي في يوم في الليل ياخد مني التوكيل، كان ليه عنده 700 جنيه. فكان جاي في يوم ياخد مني التوكيل في الليل، فطلع على واحد اسمه ملاك وواحد اسمه وليد وواحد اسمه محمد، طلعوا عليه في الليل ضربوهم، خدوا منهم 150 جنيه ساعتها وكسروا لهم الموتوسيكل وخد منهم تليفونين. ده مين اللي قال لك الكلام ده؟ ما انا هم جوني في الليل، واحد فيهم طلع يجري منهم وجاني في الليل هناك الواد اسمه ملاد، هو اللي قال لك؟ لان كان قريب من الفلاحين. جاني يوم هناك رحت انا ركبت موتوسيكل وطلعت معاهم، وكان معايا ثلاث انفار تاني من البلد معانا عن ثلاثة جاكر قاعدين معاهم يعملوا موتوسيكلات. طلعنا رحنا ما لقيناش حد، بس لقيت الموتوسيكل مكسر وكل حاجه فعلا مكسره مكان ما هو قال للواد. طب اللي عايزه ما كان ياخد منهم الموتوسيكل بيكسر الموتوسيكل ليه؟ لا ده هم كانوا دوروا فيهم الضرب لان ما عرفوش يدوروه ساعتها الموتوسيكل بتاعها، انا ما عرفوش يدوروه. دي كانت معرفتي بملاك اللي هو بيقول عليه ملك الطوره بدو. تاني جه في خدنا الموتوسيكل وروحنا وخدت الجماعه وروحت، جينا في البيت بيقول لي راح واحد اسمه ملاك اتصل بهاني دو، بيقول له هاني انا عرفت الموضوع ومش عارف ايه. قلت له هو موضوع؟ قال له ان في ناس طلعت عليك في الطريق. قال له بس انا ما فيش حد طلعت عليا وبتاع. المهم اتكشف الموضوع ان هو كان ملاك ووليد ومحمد ان هم اللي طلعوا عليهم في الليل وخدوا منهم الفلوس والتليفونات. جينا تاني يوم راح كلمنا ملاك التراب ده وقال كنت عايزين الحياه بتاعتكم وبتاع، تعالوا ان ايه كلموا هاني. مين اللي قال لك الكلام ده كله؟ ايه مين اللي قال لك الكلام ده كله؟ هو ملاك، وهو الواد هاني ملاك اعترف بالكلام ده؟ ايوه اعترف ان هو اللي عمل، هو اللي طلع على الموتوسيكل وقال كل حاجه، وهو اللي خد الموتوسيكل. ملاك قال لك الكلام ده؟ هو اللي كنت يعني واجهك بيه؟ ايوه واجهني بيه. وكان وقال لي انا وهاني وملاك، قال لي انا اللي طلعت وانا وليد ومحمد وخدنا الفلوس والموتوسيكل. المهم تاني يوم راح اتصل بهاني قال له تعالى اذا كنت عايز الفلوس والحياه بتاعتك تعالى خدها. رحت هناك على القهوه. هاني قال لي قالت تعالى روح معايا، قلت تعالى يلا. رحت معاه، رحت لقيت فعلا ملاك قاعد هناك. على اساس ان هو يدينا 150 جنيه وتليفون والشريحه بتاعت التليفونات. ما رضيش اديها لنا، قال يومين كده وبتاع في مصلحه مش عارف ايه ويومين وديها لك. بس هي دي كانت معرفتي بملاك. بعد كده انا ما نزلتش العمودين تاني. بس كلام ميلاد ان انتوا قعدتوا مع بعضكم في العشاء؟ لا انا ما رحتش العشاء، ده هو كان ملاك. لا ما رحتش العشاء. ما قعدتش معاهم في العشاء؟ لا. ولو جه ميلاد وقال لك قعدت معاهم في العشاء؟ لو جه ميلاد وقال ان انا قعدت معاهم في العشاء وقال لكم حاجة عندي. طب انا حاجة انا ما هو اللي تعملوه فيه اعملوه، انا ده اللي لكم عندي، اللي تعملوه فيه اعملوه. عم يعقوب تعرفه من ايه؟ انا عم ما اعرفوش، ما اعرفوش حقيقي. مش لكن هو على السمع ان هو اللي هم حكوا لك ان هم الراجل معاه فلوس وعايش لوحده. لا برضه انا ما حكوليش موضوع زي ده، وانا انا فعلا. انت قلت في النيابه ايه؟ قلت في النيابه بعد ما بصراحه وبتاع فرحت. قلت في النيابه كلام بصراحه مش فاكر. قلت مش فاكر قلت في النيابه؟ لا لا قول اللي انت قلت في النيابه. ده الكلام ده من يومين ولا بقول لك من شهرين؟ لا فين يومين يا باشا، ده دي شهر وزياده. طيب ايه اللي قلته في النيابه؟ قلت اللي هو اللي قالوه اللي ملك تقوله. اللي هو ايه؟ ان هو مش عارف راح جاب بلاستر وهو قتل وهو اللي عمل هو اللي سوى. هو ملاك. ملاك جاب بلاستر؟ هو اللي قال لي كده. وبعمل ايه بالبلاستر ده؟ قابلته في اوضه هنا بره، بعد كده ما عرفتش اللي هو عمل. يعني راح جابوا البلاستر ده ليه؟ ملاك قال لك، ملاك قال لك انا جبت بلاستر. يعمل بول بلاستر؟ ما اعرفش والله. يحكي لك هو. طب هو يعني جاب لك كده جوه قام يقول لك انا رحت جبت بلاستر؟ ايه سر الحكايه يعني؟ الجمله دي جت ازاي؟ انا ما اعرفش. ده هو لما اقول له يا ملاك احنا جايين هنا ليه وبتاع. هنا في ايه؟ هنا في المباحث اساسا. المهم انا جيت هنا قاعد الباشا سيبك من قاعد من الباشا، خليني في موضوع ملاك. ملاك حكى لك ايه على موضوع البلاستر؟ ملاك قال ده انا انت قول كده بس وروح في النيابه غير اقوالك. قول ايه؟ عايزك تقول ايه؟ قال لي قول مش عارف ان احنا جبنا بلاستر. وانا رحت وانت كنت واقف بعيد انت وهاني ومش عارف عند بيت مين. اقول له عند فين؟ مين؟ انا ما عرفتش عند بيت مين. انا قلت للباشا هتدوه حضرته. انا قلت له انا كنت واقف في حته عايز اسمع عند الدكتور عادل زي ما هو قال لك. انا لا اعرف الدكتور عادل ولا اعرف ده. ما هو ده جنب بيت يعقوب بالظبط. ما انا ما اعرفش. يعني هم خدوك على مشامك من غير ما تعرف؟ ولا اعرف حد ولا رحت. اهم حاجه اهم حاجه انه ملاك قال لك انا جبت بلاستر عشان يلفوه على وش الراجل. لكن انا معايا شهاد ان انا كنت فعلا معاهم في الغيط من 5 الصبح. طب نستاذن سيادتك نجيب ميلاد وبعد كده نجيب ملاك. نجيب ميلاد الاول. اهم حاجه ان هو قال لك ان هو جاب بلاستر عشان يلفه على وش الراجل صح؟ ما قاليش على وش الراجل ولا حاجه. ما قال لك هجيب بلاستر ليه؟ ما اعرفش. هو قال انا انت قول كده وبتاع وروح في النيابه غير قولك. لكن انا طب وانت صغير عشان يقول لك حاجه روح قول كده وبعد كده غير قولك؟ ما طب انا هعمل ايه؟ تسمع كلامك ليه؟ طب تسمع كلامه ليه؟ انا اجي عند عيال عايز اربيهم. انت بتسمع كلامه؟ هو ده كان محامي يعني؟ ملاك ورطك معاه؟ ملاك قال لك قول ان انا اللي جبت البلاستر وانت واقف بتراقب الشارع عشان يدبسك ويدخلك معاه في القضيه وانت مالكش دعوه. ما انا مش في القضيه، لان انا فعلا معايا. طب وانت ايه اللي خليك تروح معاهم؟ طيب ما انا ما رحتش. ما انت رحت وقفت على الطريق عند العياده. لا ما رحتش.
عشان اقول كده وانت قلت كده في النيابه. انا ما روحتش مش قلت كده في النيابه. لا انا قلت في النيابه بعد ما قلت الكلام ده اسمه كلام. ما انت مجرد ما قلت في النيابه الكلام ده اثبت عليك في الورقه ومضيت عليه في النيابه. كنا لازم نعمل مواجهه بين ميلاد وبين جرجس. كان قاعد معاكم في العشاء ولا لا؟ مين جرجس قاعد معانا ومشي؟ قاعد معاكم. قعدت معاك فين انا؟ قال لي يعني انا كنت انا قعدت معاك ده في العشاء. لا انت لسه قايل لي كان قاعد معاك انت هو وهاني وجرجس وكل ماشي جرجس. مش ماشي ما تقولش كلامه خلاص. كان انت قلت لي كان قاعد وملاك قال لي كان قاعد ولا لا؟ مايو ترد عليك. انت انذرت ان انا قاعد معاك في العشاء شفتني؟ انت رد يعني رد على جد وسالنا مساله لك قدام الناس. انا انت شفتني قاعد في العشاء؟ طيب حلو. انا نزلت العمودين ولا كنت معاكم في العمودين في وقت قبل الموضوع الحادثه ده خالص؟ ساعه ما انت جيتوا وقلتوا لي ان احنا في غير يوم الحادثه اللي انتوا عملتوا فيه الجريمه ده. انت شفت الراجل ده؟ لا غير اليوم ده بس صح؟ لا صح كده؟ ما شافوكش غير يوم الحادثه بس. اليوم يوم راجبته الطريق يوم ما نط ملاك على البيت. هو ما شافنيش يوم الحادثه ولا حاجه. يقول غير يوم الحادثه ما شفتكش. شفتني يوم الحادثه؟ انت شفتني يوم غير يوم الحادثه؟ لا غير يوم الحادثه ما شفتش. قبل الحادثه ما شفتنيش. بيقول لك قبل يوم. انت شفته قبل يوم الحادثه؟ شفته قبل يوم الحادثه ولا قبل الحادثه؟ بس شفت ما شافكش غير يوم الحادثه ولا يوم الحادثه. لا ما ها انت شفتني يوم الحادثه. تاني حاجه انا عايز اعرف الموتوسيكل ده لما كسروه اتصل بيك رحت له ولا ما رحتلوش؟ لمين؟ لملاد. ده هو جاني عند الجراج. اه جاني عند الجراج قال لي ده في جماعه طلعوا علينا بلطجيه في الطريق. بلطجيه اللي هو على مين؟ اللي هو كان ملك الترب وكان محمد وكان وليد وهني. مهني كان معاه. هو كان جاي ياخدوا مني انا. اه عارف الكلام ده. ايوه حصل. حصل كده. كان معاك 100 جنيه ولا 150؟ 150. كان جاي هني اداها لجرجس كمان. بس كلام هني ايه اللي مشاك بقى على الطريق الترابي؟ ما انا رايح لجرجس جنب الكمين. جنب الكمين بول. ايه مين اللي جاب الحادثه بتاعت اربع ايام؟ مين اللي جاب البلاستر؟ معرفش. مين اللي قالك على البلاستر؟ هو ملاك بس انا معرفش بلاستر ليه. البلاستر ده عملته بيه ايه؟ الله اعلم. بلاستر الابيض لفيته بيه عم يعقوب. انا مش عارف. انت كنت بتراقب بس. الله اعلم. ماشي طب نشوف بعد اذنك ملاك. تعرف الراجل ده ما تعرفوش؟ اعرف يا باشا. مين اللي سرق الموتوسيكل؟ ملاك. كسروه ملاك. وقعدت معاه على القهوه وقال لك انا هجيب لك الشرايح والتليفونات والحاجات دي ولا لا؟ اه كان معاه وليد ومحمد. صح كده؟ ومين اللي جاب البلاستر الابيض؟ معرفش. هو مين اللي قابلك في الطرة هنا وقال لك انا جبت بلاستر؟ مين؟ كان ملك بس. بس خلاص ثواني بقى. ها رد على بقى نقطه. انا ما جبتش بلاستر. اشمعنى طب الموتوسيكل؟ اشمعنى علاك دي وانت شارك دي؟ وانا حاجه انا ما عملتهاش. الموتوسيكل مين اللي خد الموتوسيكل وكسره؟ الموتوسيكل والله هم كانوا رايحين لحاجه معايا انا. سيبك من موضوع النسوان. هم كانوا رايحين نسوان ساعات كنت مسك منهم الموتوسيكل. يعني مشيت اللي كسرته ولا جاب مني انا بطاريه جردسها موجود ولا خدني انت خدت لا ولا خدت منه حاجه؟ لا انا خدتها من وليد البطاريه والريموت بتاع الموتوسيكل خدته من وليد. بس مين اللي قاعد معاك وقال لك هجيب لك التليفونات وهجيب لك الشرايح؟ اللي قاعد معايا كان ملاك قال لي ملاد. طيب ايه رايك في الكلام ده؟ انا ما قلتلوش ساعتها. ده ما اقول لك ملاد اللي قال لي. مش لا 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 ملاد اللي قال. انت قلت قاعد معانا شفت كان قاعد انا ما شفتوش خالص. كان قاعد معاك كنت مشرب شاي. لكن اللي قال لي انا ملاد. تعرف ملاك منين؟ انا ملاك اعرفه قبل الحادثه بيومين ثلاثه مش اكتر. جيني مره مع هني. تعرف منين؟ اعرف ان يمكن انهم العمودين وانا جاي منزل العمودين عند نسايبي. بس لكن ما فيش بينا حاجه. عمرك ما نزلت يا ابني خالص؟ انا ما نزلت هناك فين؟ لا لا نزلت. انا ما قلتش ما نزلتش. بس انا قبل الحادثه بحوالي 3 4 ايام وساعه الحادثه رميت على المعاينه على طول. وداك وقفوك فين بقى وانت ما تعرفش؟ ما وقفونيش في حته. شفت كنت عند الدكتور عادل؟ لا ده انا كنت في الغيط يوم الاثنين. انت في اول ما بدات معاك انا الدكتور عادل ده اعرف انا مودي وقفوك عنده ليه؟ ما فيش حد وقفني هناك. انت قلت خدوني هناك ووقفت انا ما كنتش اعرف. لا انا ما قلتش يا باشا. انت الشتة اللي قلت الشتة اللي قلت عادل ده خدوني ووقفت انا ما كنتش اعرفه. قال لك ايه ملاك بره على البلاستر؟ بره قال لك ايه؟ ما اعرفش انا. مش انت قلت لي دلوقتي قال لي انا جبت بلاستر ابيض؟ لا انا ما قاليش بلاستر ابيض ولا بلاستر احمر. قال لك جبت ايه؟ انا بقول له يا ملاك الحصل وبتاع. قال لي ده انا مش عارف رحت عند مين جبت بكره بلاستر. بس مش عايز بس خلاص. ايه بكره البلاستر بقى دي؟ والله ولا قال لي ولا قلت له سعادتك ولا كده ولا حكيت معاه في السير ده خالص. بيكذب عليك؟ والله العظيم ما حصل. الوضع بقى دلوقتي هو فيهاش تلبس ولا حاجه. انا كنت في الغيط. قال لك ولا انت بتكذب عليه؟ ايه قال لك ولا انت بتكذب عليه؟ ما بكذبش على حد. هو انت كنت بتكذب. انا بلاصر. انت بتكذب عليه؟ لا ليه؟ هو قال لك ايه بالظبط؟ هو في مره كان بيقول لك صباعه اتعور. الكلام ده كان فين؟ الكلام ده كان فين؟ ساعه ما كنت عندي في الفلاحين. لا انت قلت لي كان هنا في الحجز. هنا كان هنا
قلت لي هنا سمع كلامك من تاني. هنا بقول لك سمع كلامك من تاني. سمعني كلامك من انت تاني. قلت ايه؟ مش قلت كنا هنا واقفين وقال لي ده انا كل العمليه انا جبت بلاستر ابيض بس ما حكاليش على قضيه قتل. أيوة ولا ماشي لا ماشي وهحكي لك. انت كنت واقف بتراب وما حدش كان عارف ان هو دخل قتل. هي الفكره كلها قال لك على البلاستر ما قالكش على البلاستر. اه قال لي جبت باكيت بس بس خلاص. اه ايه رايك بالموضوع ده بقى؟ رد على ما حصلش. انا ما حصلش يا باشا. والقتيل هو ملفوف بالبلاستر وانت اللي جبت ست البلاستر بمعنى كده بيقول لك ان انت اللي دخلت وانت اللي قتلت. البراءه كلها طلعها ربنا. صح بس مش حاجه. انا عذر. انت جبت ست البلاستر ليه يا باشا؟ والله ما جبت بلاستر. شوف والله خلينا مع بعضينا كده. يعني هو بيكذب؟ انت في خلافات بينك وبينه ولا في حاجه بت؟ طيب انا عن نفسي. طيب اما ايه موضوع البلاستر؟ طيب لما جبت بلاستر جبته قدام مين؟ انت هو ده انت اللي حكي له مش هو. لا انا ساعتك واحنا ما اتلمناش مع بعضنا هنا خالص اصلا ولا حتى قعدنا مع بعض ولا وقف معايا بره ساعتك. اه بيكذبك تاني. اه بيكذب. ما حصلش باختي؟ لا مش هو. حدش قال النهارده ده يوم التحيه في بدايه التحيه ما قلتش معاه خالص. ده انا ما قابلتوش غير هنا في الاوضه. يوم ما قال لك ايه؟ يوم ما قال لك ايه مش فاكر بالظبط. مش قال لك على موضوع البلاستر؟ اه بس هو كان بيقول بس خلاص البلاستر. فين وريني صوابعك. وريني صوابعك يا ريت الزميل خالد حسن يبين البلاستر. فين صوابع؟ قال لك على انه صباع. ما اعرفش. شاور لي على الصباع اللي بيشاور لك عليه. مش بقول لك صباع؟ فين صباع؟ فين صباع متعور؟ وريني يا ابني فين الصباع. طيب انت بتكذب؟ تكذب؟ انا ما بكذبش. اما ايه طب الموضوع؟ انا ما بقول. وقال لك بلاستر ما قالكش بلاستر؟ انا بقول الجد بس كان نازل كده ما عنديش كلام. قال لك بلاستر ولا لا؟ ها ساعتك ما قلتلوش على بلاستر ولا اتلميت معاه خالص. انا لو اتلميت معاه هنا مش ابا انا قلت لك لما اتلميت عليه معاه ولا انت وقفت ولا وقف معايا خالص لغايه القضيه لوحدك. هو لغايه الوقت كده ساعتك من يوم ما جه هنا من يوم ما جينا هنا ما وقفش معايا غير الوقت. انا بتكلم دلوقتي. هو دلوقتي الراجل ده قال لك انت اللي قتلت والراجل ده بيقول لك انت اللي جبت البلاستر. عم يعقوب مقتول ازاي؟ مقتول بالبلاستر على وشه لغايه ما جات له الخنق ومات. ايه موضوع البلاستر؟ انا والله لا اشتريت بلاستر ولا دخلت. امال هو جاب الكلام ده منين؟ مش عرفنا واحد مول كلام. يعني عليك والله انا ما حصلش مني حاجه خالص. سؤال هترد عليه مره واحده بايوه او لا. قال لك جبت بلاستر ولا لا؟ ايوه ولا لا؟ اه جبته منين البلاستر؟ طيب انا لما انا قلت لك انا جبت بلاستر قلت لك منين؟ انا مش مهم اللون يا عم. مش مهم اللون. هو في بلاستر اسود ولا قلت له بلاستر ولا وقفت انا وهو اصلا خالص هنا. لكن انت بتقول جابوا الايديه ودي سليمه. فين وريني يا ابني ايديك. وريني رجليك. طب يا ابني وريني رجليك يا ابني. وريني. طب شوف. طب شوف انت. طب شوف انا ما في رجلين. فين ايديك يا ابني؟ اخلع الجلابيه. وانا يبقى ما بقاش تكذب. الراجل ده ما دام ما قالكش بلاستر بتكذب عليه ليه؟ عايز تعدمه ليه؟ انا مش هعدمه لان ما فيش حاجه بيني ما بينه. طب ولا احنا عملنا حاجه. بتقول البلاستر ليه؟ اشمعنى البلاستر اللي قلته ولا هو اللي ما اعرفش. اه هو اللي قال لي ساعتها جبت بلاستر مش عارف الزباع. هو اللي قال لي ساعتك. انا قلت له 100 ساعتك. رد عليه. قلت له امتى؟ ده ساعه ما كنا في البلد. انا شفتك فين؟ انا في البلد عاوز 6 ايام بس. شفت كنت بتجهز كل 5 6 ايام كنت بتجهز الجريمه كله. يبقى كنا لما نجهز صح للجريمه كله. ما هو كده. لا حل الجريمه. ما يعني ما لما انا قلت لك قبلها ب 5 6 ايام انا شفتك غير هنا. انا اتفاجئت بيك ما فيش ما غير هنا. شفت بقى اختلف اللصان فزاره السريق. صح كده. لا ديك فيها حاجه ولا رجليك فيها حاجه والراجل مات بالبلاستر على وشه وده لبسك في الحيط. هو ده انا متاكد منه. ما فيش 40 خد لما يتعدوا دول والجمعه قبل. بس رجاء الساعه
الاخيره اللحظه الاخيره بابا علي. لك رفض ان هو يقول مع اسره يعني عم يعوب. ترى بلي عم يعوب انا نسيب واخد بنته. عمي باشا. عمي انت بنته بقى بنته؟ هو بنته. وانت بنته. وسيادتك اخوه سيادتك واخد بنته. نعم. وخالي انا بس السؤال، انت هو كان معه قاعد لوحده على طول؟ نعم مش على طول. مين اللي بعد مين اللي قاعد معاه؟ يعني انا بتردد عليه على طول. على طول هو منفصل عن زوجته؟ لا. بس هو في البيت معروف انه قاعد لوحده. طب انت كنت سايبينه؟ ده راجل عدى 70 سنه، مش غريبه شويه؟ هي ظروفه كده. ازاي ظروفه كده ازاي؟ يعني هو كان حاجات خاصه لو سمحت. حاجات خاصه. طيب انتوا عرفتوا انه قتل ازاي؟ انا كنت جايه عنده، قلبي كان حاسس ان في حاجه وحشني. فكنت بقشر رمان للاولاد وكده، وقلت للاولاد ان هروح له جده. فجت بنت اختي بتقول لي زعلانه ليه، قلت لها مش عارف انا عايزه اروح لبابا. قلبك حاسس؟ بس ما اعرفش في ايه. فانا رحت عند اختي واحنا قاعدين، واحد جه قال لنا عمستهم تعبان. عمستهم احنا مش متعودين ان عمستهم يتعب. اتخضينا بامانه، لان بابا ممكن بيتعب باستمرار. فقال لي ان عمستهم ايه عمستهم؟ قال ايوه عمستهم تعبان. بعدين مين عمستهم؟ قال لي لا ده بابا تعبان. خدنا الخبر عادي لان ممكن بابا بيبقى عنده نفس. بس لقيت اخر مره شفت بابا من حوالي اسبوع. كان تعبان، وكان جوز اخته غريب انه تعبان وغريب انه كبير في السن. وانت؟ انا كنت عيانه برضه. فروحت ساكنه بعيد عنه؟ لا مسافه قليله بس يعني. رغم كده بقول لك اسبوع ما شفتوش. تعبانه، انا كنت عيانه، كان عنده ظروف صحيه جامده. انت ظروف صحيه وسيادتك كان ظروف صحيه؟ لا انا قبلها بيوم كنت عنده في الصبح وبالليل. انت بتعملي الاكل والشرب والحاجات دي؟ ايوه معايا على طول. تمام. اشتكى لك من حاجه؟ كنت بشوف حد عنده طيب بيدخل عنده ولا هو طول عمره؟ ايوه هو الجمعيه والناس كتيره بتدخل عنده والناس كتيره بتقعد معاه بره. بتشوف الناس اللي بتدخل عنده؟ بشوف الناس اللي بتدخل عنده. لو وريتك حد من اللي بيدخل عنده تقدر تعرفه؟ اعرفه. تقدر تعرفيه؟ ايوه اعرفه. لو دخل عنده مش كتير يعني، ممكن تعرفه ممكن ما تعرفش يعني، لان ده بابا راجل كبير. انا ما قلتلاش تعرف كل الناس. ممكن يعني انا شفت حد الوقت بيروح عند بابا اعرفه. ايوه طبعا. ستك بقى اخوه مش كده؟ نعم. ربنا طبعا يصبرك. انت اخوه كبير ولا انت اخوه صغير؟ لا صغير. الصغير؟ نعم. علاقتك بيه كانت في تزور باستمرار ولا برضه كنت يعني كل اسبوع زي بنته كده؟ حاجة عادية. من أصل الكنيسة بعد البيت بتاعه أنا دائما بروح الكنيسة. طبعا. ألاقيه قاعد على الكرسي برا، أقعد معه شوية كلمة كده وكلمة كده، وكل واحد في حاله. بس. لكن هو كان سري يعني، كان معه فلوس. أيوه درجة مبسوط. مبسوط. أيوه. حد يعني أنا ما أعرف إن ابن عمدة. ابن عمدة. مش حكيت مو يعني ابن عمدة ورث من بابا. طبعا. بس مش غريب ان اللي معاه فلوس بيحتفظ بها جوه خزنه؟ مش المفروض بيوديها بنك بيوديها؟ يعني شيء غريب ان واحد يحتفظ بالمبلغ الكبير ده كله في خزنه. ما هو ليه فلوس موديها البنك. فكان شايل عنده في الخزنه؟ لا هو ما كانش شايل حاجه في الخزنه. انا على فكره انا هاجي لك، بس انا بكلم الاول اخوه وبعدين هرجع لك. الخزنه لسه ناوي يديها البنك. ده وديها البنك اول عشان دريد الفاهم انه مودي البنك ياخذ ارباحه. لا رئيس جمعيه غير مدير جمعيه. رئيس جمعيه. بس اللي يعرف بقى ان هو كان معاه فلوس وراح يوديها البنك، يعني اصل انا لو معايا فلوس مش راح كل ما اقابل حد في السكه اقول له على فكره انا معايا فلوس راح اوديها البنك بكره. لا ما كانش بيذيع الكلام ده. اما اللي قتله بقى عرف ازاي؟ من كلام الناس. وجد راجل مبسوط وعنده فلوس من الكلام ده كله، وعنده خزنه في البيت. فتتصرف الانباء ان عنده خزنه. عنده خزنه كبيره في البيت. فالمجرمين دول طبعا عايزين الخزنه. فحتى حاولوا يفتحوها ما قدروش. مش عرفك. الكلام ده كان تقرير مباحث. لان كانت في مكان. عارف الخزنه فيها تقريبا قد ايه؟ لا انا ما اعرفش. ده حاجه شخصيه هو. بس غريب انه اللي عملوا كده كانوا عارفين ان فيها حوالي 2-3 مليون. ما عشان كده. تسالي والدك تساليني انا؟ لا. انت كنت واخد بقى وانت واخد بنته. انا ده يبقى خالي الاول. خالك. قبل ما يكون واخد بنته. ربنا يقدس روحه وربنا يصبركم. تعيش. الوحده وشيء طبيعي. حاضر هاجيلك.
هاجيلك. الناس كلها عارفه ان ولا ان نسيبك او خالك عنده خزنه كبيره حديد، بدليل ان اللي دخلوا سرقوا كسروا الباب وطلعوا الخزنه وشالوها من مكانها. ايوه اكيد. ايوه صح كده، طلعوا الخزنه وشالوها من مكانها. شالوها ايوه، بس يعني بدليل انهم حاولوا يجيبوا المفتاح منه وهو ما رضيش يديهم المفتاح. على على كلام المباحث هو بيقولوا كده. بس احنا دخل وانا لما يوم راح ادخل اسرق واحد مش شيء طبيعي بكون عامل عنه شويه تحريات، ولا انا ممكن اروح اسرق واحد فقير؟ لا، هم عارفين ان خال عقوب قاعد غني وسالي وراجل كبير، فهم انتهزوا الفرصة الكنيسه ما تبقى مسحومه كده في الشارع. دخلوا ازاي ما نعرفش، في وجود الحراسه ما نعرفش دخلوا ازاي. ما هم بقولك الكلمه هم من ورا ما نعرفش. طب من ورا البيت عالي مثلا دخلوا ازاي، ما حدش يعرف وجود غفر وحراسه بره الكنيسه. عايز تقول يعني اللي قتل الناس من جوه البيت؟ لا كلام منين ما نعرفش. انا بقول لك المتهمين قالوا كده، بتقول نط من ايه والناس من جوه البيت؟ لا، مفيش حد في البيت غير هو اللي دخل الباب بيبقى مفتوح، فبص كده بس تجيه قاعد جوه. فطبعا دول بيدوا بعض ايه تقارير، تعالى يا فلان تعالى يا علان، واحد دخل الباقي دخل معاه وراحوا قافل الباب. الباب مقفول، انا كنت ماشي ولاقي الباب مقفول ما سالش، اقول ده نايم بتاع خلاص. فحاولوا ان هم يعني يزحزحوا الخزنه او يديهم مفاتيح الخزنه، حصل فيه بقى ايه شد مع بعض. بعد ما عرفوش يفتحوا الخزنه ابتدوا يهدلوا في كل حاجه في البيت، يلقوا فلوس يلقوا ذهب ما لقوش. طبعا هو لما شافهم فهم اضطروا ان هم يخلصوا عليه. يخلصوا بالظبط كده. بس ولا داخل يسرى ده داخل يسلم ويمشي، ولا داخل يدور على اي حاجه ياخدها. هو يعني ما عرفوش ان في خزنه، ان بهدل. انت معلقه في موضوع الخزنه ليه؟ اللي داخل يسرى، اللي داخل، لا انا قلت، انا قلت 2 مليون او 3 مليون. ما انا هقول لك اللي داخل يسرى ده، ما انا عارف مش هو اللي داخل يسرى ده مش داخل يبهدل البيت كله، ولا داخل مش عارفين الخزنه فيها ايه. ما كسروا الباب ازاي؟ هم دخلوا من الباب وكسروا الدين. سوني الباب مكسور. دخل دخلوا عارفين الخزنه فين وكسرين القفل وداخل. طيب اي كلام غير كده. كسروا القفل كله. في باب مقفول اديله حوالي 20 30 سنه. عرفتك وقفتي انا في باب مقفول في الصاله مقفوله دي له 20 30 سنه، دي حته مهجوره فتحوها. البوفيهات طلعوها وبهدلوها. الدولاب اللي فيه الهدوم اللي انا مستفاها قبلها بيومين بهدلوه. يعني هو انت متوقع انه دخل يسرى هيسرى يعمل ايه؟ بيدور. لما يدور بقى هيبهدل ولا مش هيبهدل؟ اخر حاجه اللي هيدور ده هيبهدل ولا مش هيبهدل؟ اخر حاجه كسروا باب الاوضه الحته اللي فيها الخزنه. حبوا يفتحوها ما قدروش يفتحوها، راحوا جبدوها البر، لموا مفاتيح البيت كله عشان يفتح الخزنه ما قدروش، عشان في كمان كسرين حته منها كده ومرامينها البر. عايز ده مشيدين هنعمل المواجهه دلوقتي. تعالى يا جرجس هات لي هات الباقي هات لي كله. هو في جرجس هنا بعيدا يا جماعه، وده اول واحد من المتهمين. اقف يا جرجس كده، خدت بالك ابعده عنك طبعا. صح، انا هفصل بينكم وهنجيب بقيه الاطراف. والدك مات بشعة، ما نتمناش ان حد يعني يشوفها. طبعا هو راجل كبير واعتقد انه عانى معاناة شديدة جدا لغاية ما توفى بلاستر على وشه. اسأل بس سؤال واحد بس، عايز اشوف اللحظة الأخيرة اللي بابا عدلتها كان شعوره ايه؟ لا من حق اعرف كده الساعة الأخيرة. لا مش أخيرة. لا لا مش ايوه بس ايوه ده امه كانت مخدامه عندنا كده وابوه لغايه الوقت بس جده قلت لك كان داخل. ثواني ده كان بيدخل عندكم البيت؟ لا ما شفتوش عندنا في البيت. ما ممكن كان بيدخل احنا ما كناش بنعرف. والدته وجده عندكم دلوقتي في البيت؟ لا لغايه الوقت هم كانوا بيخدموا امه وجد كده هو قبل ما تخلف ال ده. طيب شوف ابن حنان، ابن حنان اللي كنت اخوه من طيب تعرف انت يا لا ده ما اعرفوش ده اللي كان شغال عندكم، وده ملاك باشا خديه يا باشا، وتركب مع جوز العربيه عشان تحطنا في موقف وتعمل نفسك اي حتسه يا راجل. ربنا بعت لك جوز في ساحه قدس عشان توديك في داهيه، اصل ابويا ماله حلال ودم ابويا مش هيروح حاضر. عارف عيالك دول هيعمل عليهم واكر عليهم ولا تقعد واحد فيكم في بلدنا. هم قاعد سامعني عمل لك ايه بابا عشان تعمل له كده يا راجل يا ايه اللي عملناه؟ اسياد البيوت كل الفلوس عملت لك ايه؟ خدت ايه؟ ماشي
خدي ما عرفش يفتح الخزنه. خدي خدي انا هسال خدي ما عرفش يفتح الخزنه. ما انا عارفه كنت خدت كنت تعالى كنت خطفته كنت خطفت بابا وكنا عطيناك كل ماليته. ليه ما تحلفش بوالله انت تعرف والله ما تعرفش والله والله ولا احلف والله والله يعني احلف حتى هم الاثنين مروح مروح مع حليم. نكرت ليه نكرت لي ان انت قلت ديري 3 ايام في مصر مش في البلد. نكرت لي ان انت جبت الاجنه والشاكوش. نكرت لي ان انت جبت الحاجات من العجلات. لما ابو رامي لما ابو نكرت لي الناس اللي شافتك اما تحوم قبلها باسبوع حوالين البيت. أيوه. حوالين البيت ابو رامي اما تحوم ابو رامي لما اتصل بجوزي في العربيه ابو رامي سبتني ليه سبتني ليه من العربيه ونزلت تجري عند شارع عقوب ابو خليل. روح معايا روح معايا شوف ايه اللي حصل. وقفت صدرت له في العربيه الساعه 8 وركبت معايا بالعافيه بالعافيه لكن معاك ايوه عشان يثبت وجوده. ايوه في فتصه وانا اللي مبلغ عليه في الليل للرئيس المباحث قلت ركب معايا فلان كذا صدر له في العربيه قدام طلعت ابو سليمان عشان يثبت وجوده فتصه. رن عليا رن عليا ابن خالته الاستاذ ثروت اللي هو يبقى خاله. قال لي انت فين؟ قلت له انا جاي من نصه. قال بعدها رن عليا تاني قال لي دخلك عقوب تعبان. قلت له في حد من عيالة خطف؟ انت رنيت عليا في دقيقتين عشان خالي عقوب؟ استحال يكون خالي عقوب ابن خطف. ابويا مات ام توفت. قال لي وحياة الملاك اللي انا واقف قدامه ده ما في حاجه حصلت دخلك عقوب هنودي المطرانية. رن عليا تاني عند الوحده انت فين يا حليم؟ قلت له انا قدام بيت ميروس ابو يوسف قدام بيت صرافين. قال لي طب امسك اعصابك خالك عقوب اتقتل ومات. قلت له ده احنا في المغرب اتقتل ومات ازاي؟ قال لي لا يا اخي ما تصدقش هو ده ما فيش حاجه تحصل في البلد الكلام ده. طب انت عرفت كده ايه اللي نزلك عند شارع عقوب ابو خليل؟ اروح معاك. سبت العربيه في نص الشارع ما وصلتش لحد بيت خالي عقوب بالعربيه. سبت العربيه سد الشارع وطلعت اجري. الناس رجعت اخويا. شو طبيعي ان هو كان يروح معاك؟ الناس رجعت اخويا من نص الشارع جات له العربيه دايره العربيه تسرق ومحدش واعي العربيه روح عربيتك وطلعت اجري. شفت منظر رهيب رهيب وفيهم واحد غايب كان بيتكلم بالتلفون بالليل مش من ضمن دول قعد حوالي 3 ساعات شفته بالليل بيتكلم كده بالتلفون. انتوا شفتوه بيحوم في اللي حوالين البيت فعلا؟ الناس كلها الجيران قالت بيحوم قديل اسبوع. وفي واد اسمه ملاد على ما يقال معرفش استدعته النيابه او المباحث بيقول شافه الساعه 4:30 رايح عند بيت شاهين ابو الشيخ سحاك هناك. واد اسمه ملاد شغال غفير في حسن باشا من البلد قال انا شايفه رايح ناحيه بيت الاستاذ عقوب لو اعرف كنت نتجته. تعرف هاني من ايه؟ من العمودين. وراح عند بابا كذا مره. راح عند بابا بالموتوسيكل الابيض ومره قبلها بيوم كنت راكب ورا بابا حصل ولا اوعى تقول ما حصلش. بابا مين؟ بابا طنصه. مين بابا طيب؟ بابا يا اخويا اللي انت اللي عملت له العمله ومتكلم شات في ايدك انتوا كمان هتستاكد. راح عندكم البيت بابا مين؟ بتردد عليه. عارفش عم يعقوب انت اللي مات؟ انا اعرف ومعرفه بس بيه. كنت بتروح عنده البيت وحياه ربنا العظيم. ثواني بس اكلم. ايوه طب ثواني بس ثواني 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 خلص عند البيت. ما رحتش عند البيت خلص؟ خلص وحياه ربنا المعبود. ولا تعرف البيت حتى؟ اعرف البيت ان هو في شارع الكنيسه. ايوه لكن ما تعرفش ما رحتش دخلت جوه؟ لا وحياه ربنا. طب من غير حلفان بهدوء كده عشان انت هاديه. راح عندكم البيت ولا ما راحش؟ كذا مره كان بيوقف الموتوسيكل بره وشفت انا الموتوسيكل وهو كان جوه. ايوه وايه والحادثه؟ حصل ما حصلش غير في الليل. ما تحلفش براب ما الحرام قالوا لي سجل الجرس الفارق. وانت كنت ماسك التليفون وبتعمل كده وبتخبي بقك كنت بتحكي لمين يا اخو؟ قول الكلمه. ايه اقول بالليل انا شايفك انت بالذات كنت بتتكلم حوالين الناس لقطتك من وسط الناس. انت انا ما اعرفكش شكل. انا اعرفك شكل ما اعرفكش اسم. كنت بتتكلم في وسط الناس في الموبايل بتاعك وطلبت تحريض الموبايل بتاعك. انت لما جيت تاني يوم هنا كان يوم الجريمه موجود؟ كان موجود. ايوه يوم الجريمه كان يوم الجريمه بالليل. هو بالليل. كان واقف على جنب كده وماسك التليفون ومدار حنكه كده وبيتكلم. انا ما اعرفوش يا مدار حنكه. انا اعرفه شكل. ما حصلش يعني ما حصلش. هو ده كان بيتكلم في التليفون. يعني كلهم شافوك يوم الجريمه وانت بتتكلم ومخبي جوه؟ انا حتى ما شفتش دول. حتى واحد تاني شبهه يشبه له جناديه. هو ده هو ده انا متاكد منك. هو اخوه شكله كصغير عنه يكسر عنه شويه. اتكلم حوالي 3 ساعات في الموبايل. اخوه اللي جاب الملاصق مع ابني في المدرسه. اخو ده احترف. اسهل اي حاجه من ده كله وحياه ربنا المعبود. ما حصل. انت ما تعرفش عم يعقوب خالص؟
اعرف ايوه عادي واحد عادي راجل في حاله وانا في حالي بس بس بامانه ربنا ما في اي حاجه بيني وبينه. انت شفتي الكلمه ليه جوه؟ ما البعد بلفظه لمين؟ اخوك كمان ما تعرفش اخوك اسمه ايه؟ اخوك الصغير يا عسل ما تعرفش اخوك دوا ما لعطيت البلاستر عشان ايه؟ عشان كنت مجروح بلاستر ايه؟ ما بعتش اخوك يبقى اخوك كذاب بقى. ده في واحد بالليل مش جه ناداك، في واحد بالليل وانت في وسط الناس جه ناداك يكسر عنك؟ اعرف شكلي ما اعرفوش برضه ولو شفته هقول عليه. انت مش مش وحياه رب المعبود انا كنت في الشغل. طب احنا خلاص يا جماعه كده، انا بس بهدوء كده، الحكم اللي انتم منتظرينه من القضاء العادل. الاعدام ما ياخدوش في البلد. الاعدام رفض ان هو يقول. مسابقة برنامج عيون الشعب، اشترك معنا في المسابقة وجوائزنا اسبوعيا كمبيوترات، اجهزة تابلت، مولدات كهرباء، اجهزة لابتوب، واساس منزلي، غرف اطفال، وانتريهات. اتصل بينا من أي محمول على 1466 أو من أي خط أرضي على 0900-98-66 أو ابعت رقم الإجابة في رسالة على 95-146. ما هو النبات الذي ينمو وليس له أوراق؟ 1. الصبار. 2. النعناع. 3. القرنفل. أعزائي المشاهدين رجعنا لكم تاني. لازم نعتذر طبعا لقصة البرنامج الدرجة الأولى، إن احنا فعلا خدنا من وقتهم معلش، نبقى نعوضهم إن شاء الله الأسبوع القادم. كنت طبعا أتمنى إن أنا أذكر كل اللي شاركوا معايا، لكن وقت البرنامج للأسف لطول النشرة الإخبارية للأسف احنا دخلنا متأخرين، وبالتالي ترتب عليه إن برنامج الدرجة الأولى هيدخل من بعدينا متأخر شوية. أعزائي المشاهدين في النهاية بنشكركم وإلى اللقاء مع حلقة جديدة من حلقات برنامجكم عيون الشعب.